قولي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي طبعا ان شاء الله. اهلاوي طبعا. اهلاوي. زملكاوي. اهلاوي ان شاء الله. زملكاوي. اهلاوي طبعا. انا اهلاوي طبعا. توقع ايه الماتش النهارده؟ ان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله ويشرفنا بره ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله. مين هيجيب اهداف؟ ان شاء الله قفشه ومحمد شريف. الاهلي طبعا هيكسب بجداره. هنكسب ان شاء الله. علي معلول متوقع انه يعمل حاجه. ممكن ماتش يخلص 3-1 2-1 الاهلي. لا اكيد هشجع الاهلي طبعا طالما في فرقه بره مصر لازم اشجع الاهلي يعني. لا التوفيق بتاع ربنا ان شاء الله، بس ان شاء الله عشمن الاهلي يكسب النهارده ان شاء الله. متوقع يكسب كام؟ هيكسب 2-1. 5 ان شاء الله. 5 2-1 او 3-1. لو كسبنا 2-0 او 2-1 ان شاء الله يبقى 1-0 2-0 الاهلي. هنقول مثلا 1 وليد سليمان، والثاني هو هيجي لك قفشه اكيد يعني، والثالث الله اعلم، بس انا واثق ان شاء الله 3.